سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا سبحانك يا لا إله إلا أنت. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة على هواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة. وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي وردتنا من المشاهدين الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اخترنا منها ما يليق أن تبث على شاشة تلفزيون قناة المهدي الفضائية من الأسئلة الشرعية. هذه واحد من هذه الأسئلة، سؤال من الأخ أحمد يقول: هل أموال فلوس يعني اليوتيوبر، وإن شاء الله أنا تلفظتها بالشكل الصحيح، نعرف للمشاهدين الكرام، الآن يوجد مسلك عند بعض الإعلاميين أو بعض الفنانين أو بعض الأشخاص العاديين، يصير صانع محتوى، يعني يستخدم موبايله لتصوير أي شيء سواء كان هادفا أو هابطا أو أي شيء آخر، وينشره عبر موقع اليوتيوب، فيقول: هل هذا حرام أخذ الفلوس من هذا الموقع أم لا؟ نجاوب على هذا السؤال إن شاء الله بعد ما نأخذ هذا الاتصال من أم سعد من البصرة. تفضلي يا أم سعد. تفضلي يا أم سعد، أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو سؤالك يا أم سعد؟ تفضلي. سيد، أنا عادت أقارب. أي نعم. بعد هاي صار يمنا معمل مال التمور. نعم. يمنا قامت الجهاز والنسوار كل هالوادي قامت تجيب تمور للوادي، تاكل تشرب، تاكل تمر تشرب ماي. بلي بلي نعم. وإحنا هم راحوا جابوا، هم جهان راحوا جابوا، كنا ناكل تمر ونشرب ماي. بعد أقول هاي حرام. وهذا تابع للحكومة لو تابع إلى شخص؟ لا للحكومة. يعني مو شخص، مو مستثمر، مو أموال خاصة. لا لا ما هم خاصة بعد، للتمور معنا التمور ينقل التمور ويجي. إذا أنتوا تعرفون شو قد الكمية اللي أخذتوها وش قد سعرها مثلا بذاك الوقت، حاولوا مثلا تأخذون هذا المبلغ والمرجع اللي أنتوا تقلدوه تروحون تطوه إياه، هو بعد ذلك يا أما يأخذها من عندكم يا أما يقول لكم يا بدفعوها رد مظالم، أو مثلا تصدقوا بها على الفقراء حسب مقولة المرجع اللي أنتوا تقلدوا. أي شوفوا الكمية اللي استهلكتوها وأخذتوها شقد، بعد ذلك شوفوها مثلا شقد تساوي بالعملة العراقية، وأي روحوا إلى المرجع اللي أنتوا تقلدوا أو وكيلة اللي موجود في منطقتكم، حتى في سبيل أي بالي حتى في سبيل يصير إخلاء. نعم، عندي سؤال ثاني، تفضلي. طيب انا قبل يوم الجمعة بعد اختي وقتل يوم الجمعة وقال نظيف بل اختي والدك هدوم بيض. نعم البس هدوم بيض. نعم البس هدوم بيض واظل اصلي واقرا تعال للبيت. نعم بعد هالساعة صار لي سنتي انا ما البس بعد كويس حجي، وبعد ما اقدر مثل اروح البس مثل ابيض يوم الجمعة. ما يحتاج تلبسين ابيض؟ ما يحتاج تلبسين أبيض يا أم سعد،
اي ملابس تكون كافية. اي بعد هندسة من توفى الحجي بعد ما اجبت البس ابيض. ما يحتاج تلبسين ابيض. المهم الباقي المستحبات من قراءة دعاء الندبة مثلا او صلاة يوم الجمعة اللي هو الضحى مثلا وهكذا. هذا النظام اللي يستمر عليهن ما يحتاج الا ثوب ابيض يعني. بل لا لا ماكو اي اشكال ان شاء الله. مستحبات ذني موفقه. يا اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا ام سعد. ام محمد من بغداد تفضلي. ام محمد تفضلي. يا ام محمد اهلا بيك سيدنا. شلونك؟ يا اهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظك سيدنا. عندي كم سؤال ابي اسالك. اي تفضلي يا ام محمد تفضلي. الله يحفظك جدي وفقك. الله يخليك. سيدنا انا مشتريه بيت والبيت هسه قعدت فيه. نعم. يعني استفاديت منه. بل. بس هسه حاليا حوالي سنتين انا اجرته. زين هسه هذا البيت اجرته عليه شو اسمه خمس هذا؟ اي الاجار عليه خمس. الاجار عليه خمس. اي الاجار عليه خمس مو البيت. اي هو اجار 250 يعني لين يطلع الخمس مالته. طبعا اذا عندك انت راس سنه خمسيه يعني اكو فد يوم معين هذا تخمسين بي فاللي تقبضيه من المستاجر بذاك الشهر هو هذا تخمسي. اها بس انا يعني هذا الفلوس الاخره دا استفاد منه مو دول دا اجمعه. إيه يعني اللي انا لذلك انا اختصرت لك اياها قلت لك هو شهر واحد تخمسي لان ذنيك الاشهر تاكليهن تمام لولا تصرفين بيهن على نفسك. فبقى شهر واحد هذا الشهر يصادف اللي يوم اللي تخمسين بي هو هذا الدفعين الخمس مالته طبعا بعد ما تضيفيه الى اموالك الاخرى. لا اموال اخرى سيدنا ما عندي انا اجمع فلوس مال الصوم والصلاه مالتي يعني دا اجمع بعد ما يفيض لي. اذا تجمعين على صفحه لا اسمحي لي أنا أساس سمعت شيء آخر اللي هي فلوس الصلاة والصوم مالتك هذا اللي سمعته من عندك هذا شيء آخر. إحنا نتحدث عن الفلوس اللي تأخذيها أجرة جراء تأجير البيت هذا فقط شهر واحد من تستلمي قبل يوم التخميس. شهر واحد هو هذا اللي صادف بي يوم التخميس من تستلمي بيدك هو هذا تخمسي مو بقية الأشهر لأن بقية الأشهر انت دا تأكلين دا ينصرفا. نعم. أي هذا اللي ينصرف اللي ينصرف ما عليه خمس. نعم. بلي. الله يحفظك سيدنا. الله يخليك. عندي سؤال ثاني. إيه نعم تفضلي. الله يحفظك سيدنا. أنا عندي ابني قاعد وياي صحيح هو موظف وأنا هم متقاعدة بدي اخذ راتبي التقاعدي اعطي اجار البيت من 435 زين اساعدهم هل هاي تعتبر مساعده للفقراء؟ اساعدهم باللحوم بالاجار البيت كهرباء مي هذا ما يكفيهم الاجار عندهم جهال ومرضى ورايحين وجايين تدري يعني راتب ما يكفي. هو مستقل عنك مو قاعد وياك مو تمام؟ لا قاعد بالبيت قاعد وياك وياي ما عندي احد بعد بس هالولد. زين هو يصرف عليك لو انت تصرفين عليه؟ لا انا اصرف عليه هذا راتب التقاعدي يطلع حوالي 1,140,000 ما عدا فلوس هذا البيت الرجال قيمه 250 هذا كله انا دا اصرفه ما دا يكفيني وانا مريضه عندي سكر صلى عليك يعني ده أصرف على نفسي وعليهم أجبي أشتري إذا أنت صرفية أم محمد إذا أنت صرفين نعم. عليه يعني هو أنت معيلة إلى نعم نعم هو حتى راتب ما يكفي بلي حتى راتب ما يكفي هذا يعتبر مساعدة إن شاء الله نعم بلي يعني يطلع ما أنا ده أفكر بالفقراء عندي مال مؤسسة عين بالبيت ودا اخلي لهم يعني شيء لا بس اكثر من هذا اخليه انت بكيفك بعد تريدين تخلين اكثر نعم هذا يعود الك انت صاحبه المال وبكيفك تريدين تخلين شويه تريدين تخلين هواي هذا شيء هذا عائد الك انت هذا يعتبر مساعده الله يتقبلها بلي بلي ان شاء الله ان شاء الله صدقه هاي صدقات للفقراء
الله يحفظك سيدي. الله يخليك. الله يخليك. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا ام محمد. اهلا. من بابل ابو عباس، تفضل يا ابو عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل ابو عباس. مولاي عندي والدتي. نعم. توفى والدي وهذا الحين 10 سنوات. زين. بلي. قبل 50 سنة. اي نعم. قبل 50 سنة. شنو قبل 50 سنة هذه يا ابو عباس؟ ما سمعت. قبل 50 سنة. عيد السؤال من الاول، من البداية. والدتي ما زالت عنده. ما تزوجت بعد هي؟ لا هي هسه مريضة مقعدة. لا جاوب على قدر السؤال يا ابو عباس. هي ورا والدك الله يرحمه خو ما تزوجت، ما عقدت؟ لا خلاص هاي هي كافي، ما يحتاج عدة بعد. ما يحتاج؟ ما يحتاج. وسؤال ثاني مولاي. سؤال ثاني. عندي ابن عمي توفى قبل اسبوع. نعم. عمره 50 سنة مولاي، ما تصلي ولا صايم ابد مولاي. شنو السؤال؟ عن اللي افتهمت ابن عمك توفى وعنده وصار له 50 سنة ما مصلي وما صايم. لا صلي ولا صايم، يصير يصلي لولاده؟ اي ليش لا، ما يخالف خليه يصلوا له. قضاء ما في الذمه. اي نعم، قضاء ما في الذمه، والله غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى ان شاء الله يفيده بهاي الصلاه اللي يصلون هي والصيام. والصيام والصيام الصيام كذلك نفس الشيء، نفس الصلاة. بس إذا دفعوا فدية، فدية إذا دفعوا فدية عن كل شهر 22 كيلو ونص ينطول الفقراء. بل هذا بالنسبة للصيام، أما بالنسبة للصلاة يقضوا له وإن شاء الله يوصل. نعم. أي واحد من الأولاد عادي. أيوة. لا الكبير هو الواجب عليه. الواجب. اي بقيه فمستحب. جزاك الله خير جزاك الله. الله يخليك يا عزيزي، اهلا وسهلا ومرحبا. بل من النعمانيه ام محمد. ام محمد من النعمانيه، تفضلي. اهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا بيك. الله يحفظك. هذا السيد يحكي شويه. السيد بلي بلي، انت الان على الهواء مباشره يا ام محمد. نعم تفضلي. شنو سؤالك ام محمد؟ انا مريضة. نعم. انا عندي سجل ضاب في الدماغ. نعم. وعندي صرع. نعم. وعندي سكر وضغط. هل يصير انا اصوم رمضان؟ الدكتور قال لي لا تصومين. الدكتور قال لك لا تصومين. زين انت جربتي روحك فد يوم تصومين؟ انا اذا ضغط صعش كله يقول يرجع حليب مريم. انت اذا جربتي روحك يوم واحد تجربه، صومي يوم واحد، اذا شفتي نفسك تقدرين تصومين فواجب عليك الصوم، واذا شفتي نفسك لا ما تقدرين، هاي الامراض اللي عندك كلهن ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرفعها عنك ان شاء الله. نعم. ايه فاذا شفتي نفسك لا والله ما تقدرين فالواجب عليك هو الفديه. نعم. اي نعم، الفدية تدفعيها قبل بعد رمضان او قبل. نعم. رمضان او اثناء، ماكو اشكال. والفدية مقدارها 22 كيلو ونص من الطعام تطيل الفقراء. انا مربلت انا. اي نعم. سيد. نعم سيد انا من التليفون جاوبيني يا ام محمد. مو انا هم بربيتي يتيم. اي لا اي شبيل يتيم. ابو راح فوز المنتخب وام الزرقاء تبحمها كان مبيته والمتوسطه، يصير عطل بدال الطحين وهاي مصرف الى المدرسه. لا لا لازم يكون طعام مربيته انا. ما لازم طعام وتطيل الفقراء، هذا اللي مربيته انت تعيليه، هذا ما له علاقة بأنه يعني إعطاء الفقراء، مو هذا اللي تربيه، غيره، ناس غيرهم فقراء مستحقين تطيهم 22 كيلو ونص من الطعام اللي هو أما طحين حنطة طحين شعير وهكذا. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أم محمد. أبو عباس من النعمانية أيضا.
الو. الو، اهلا وسهلا ومرحبا بك ابو عباس، تفضل. مولاي الله يسعدك. اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل. مولاي سؤال يقول اكو من الاسواق تنباع بالمشروبات الغازيه المحلات اكو قوطيه يسمونها تايجر، هذا مشروب طاقه. اي شبيه؟ يعني يعطيك طاقه، منبي نعاس يروح من عندك، وهذا نعم. مكتوب هو عليه حلال صنع فيها العراق، خالي من الكحول، ما انزل بيه حلال وحرام. ايه ما دام خالي من الكحول فما بيشي حلال. حسب الكتاب المكتوب عليه صنع عراقي خالي من الكحول. ايه هو هذا شراب الطاقة هو اساسا مصنوع من الكافيين، وهذا ما له علاقة بالكحول. ايه فشربه ايه حلال مو حرام، جائز. نعم. اهلا وسهلا ومرحبا بابو عباس. بلي. سعد من كربلاء. سعد من كربلاء، اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل. سؤال بالله يمسك يا احمد. بخدمتك اخ سعد، انت الان على الهواء مباشره، تفضل. يا حبذا لو تخابرنا، يعني خلي اتصالك فقط بالهاتف واترك التلفزيون، قلل صوته. اي تفضل اخ سعد. المعجون هذا ما الوجبه الصينيه صيني ينوكل ما ينوكل؟ هذا معجون شنو؟ معجون طماطم، معجون اسنان، شنو؟ اي معجون طماطم صيني. صيني؟ اي ماكو اشكال بي، ماكو اشكال. ها ماكو اشكال، هو طماطم معصوره. اه ماكو اشكال بي ان شاء الله. معجون طماطم اي ماكو اشكال بي، صيني. بلي. ممنون. اهلا وسهلا ومرحبا بك. نعم. فنرجع الى سؤالنا، يقول فلوس واموال اليوتيوبر اللي هو يسوي مقاطع مال يوتيوب وينشرها. احمد يقول، هو صاحب السؤال، هل هذا حلال او حرام؟ يعني هاي الفلوس اللي ياخذها جراء نشر هذه او المعاملة مع اليوتيوب. طبعا اذا كان هاي الفلوس اللي يتلقاها نتيجة عمل متفق عليه بينه وبين ادارة اليوتيوب، في هذه الحالة هذه معاملة بين طرفين، ولابد من تحقق اطراف المعاملة حتى يصح البيع، اللي هو الطرف الاول الطرف الثاني، الثمن المثمن، قبض اقباض وهكذا، هو ده يؤدي عمل ونتيجة هذا العمل ده يجي فلوس. هذا بالنسبة لكل معاملة، مو فقط هذه يعني المسألة اللي احنا فيها، اي معاملة ان كانت من هالنوع تكون يعني صحيحة المعاملة وفلوسها حلال لا بأس بها. عندنا اتصال. ام احمد من بغداد. شلونك سعيد؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك يا ام احمد، تفضلي. مولاني. نعم. بال2015. بالي. بال2015. كنا رايحين هنا كربلاء. نعم. عندي ذهبات بعتهم. واشتريت مكان زين وخابس. حبالي ابني يتزوج ويبس للحرسي. لا ابني. أم أحمد أريد أن أفتهم السؤال بشكل جيد، بس نقللوا التلفزيون يمكم، قللوا صوته. يلا والله وداعك تروحي لي. اي زين الان على كيفك، على كيفك تكلمي حتى اقدر انا يعني افتهم السؤال. قلتي انت انه انت رحتي يوم بسنه 2013 او 15 ما سمعتها زين الى كربلاء وبعتي شنو؟ اشتريت محبسي اول مره بعتي عندي. شنو؟ عندي حلقات بعتي. حلقات بعتيه؟ نعم. واشتريت مكان اثنين محابس. اثنين محابس. اي قلت البنتين بعرس ابني، ابني توفى بحادث ما تزوج. نعم. اي هسه انا مريضة ومقعدة ما عندي وراتب ابني 300 اعطيه الليزر. نعم. عند القوم دفعتي انه انا شفت كسرة رجلي وظليت مقعدة. نعم. والسوى مالي غالي. نعم. فانا اشتريت بين المحابس، يعني ما سمعت خبر ذاك اليوم، لأنه قاعد بعيد. تعال خبر ذاك اليوم يقولون إنك تشتري الفلوس، يلا تعطيني زيادة على سعر المحل، صحيح
يا أم أحمد عند الكنترول هذه السؤال أنا ما سمعته بشكل واضح، فهي حبذا لو الكنترول يأخذ السؤال من أم أحمد وإن شاء الله نجاوب أم أحمد بالشكل الصحيح اللي نفتهمه من السؤال. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أم أحمد. بلي، فنكمل السؤال مالتنا. فإذا إذا كان هذه المقاطع اليوتيوب اللي ينشرها ويحصل عليها فلوس إذا كانت من هذا النوع بالمعاملة بين طرفين واضحة ما بيها جهالة، حين ذاك يكون المعاملة صحيحة. أما إذا كان الثمن معروف المثمن مجهول، أو بالعكس المثمن معروف والثمن مجهول، مثل ما أنا أصور وأنشر وش قد عدد متابعين يصير إلي أحصل فلوس جراء أي عمل، أنا أحصل فلوس جراء عمل هذا التصوير أو جراء هذا النشر، أو لأنه مثلا أكو إعلانات من الإعلانات أحصل فلوس، لابد أن يكون الطرف واضح مو مجهول. فإذا كان مجهولا المعاملة مو صحيحة والفلوس اللي يأخذها اليوتيوبر حرام. أما إذا كانت معلومة الجهة ومعلوم من هاي الفلوس، في هذه الحالة يكون عمل اليوتيوبر حلال وفلوسه ما بها إشكال. عندنا اتصال من واسط أبو زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. رحم الله وبركاته. سيدنا يحكم عليك الصلاة. نعم. بغير محافظة وما صلي للبيت أصلي. بغير محافظة أنت رايح سفرة يعني؟ يعني بغير محافظة يعني ما شيء فوق 20 كيلو 40 كيلو. أي. وما صليت ويا البيت أصلي. ما صليت، خلنا نحدد يا صلاة بالضبط حتى نعرف بداية وقتها ونهاية وقتها. نقول صلاة الظهر. نقول صلاة الظهر. صلاة الظهر الظل تقدر تصليها أداء أنت من حين الأذان إلى غاية صلاة المغرب. قبل صلاة المغرب مثلا بربع ساعة 10 دقائق مثلا ربع ساعة أنت تقدر تصليها أداء، سواء كان مثلا في حالة السفر هناك تصليها قصر، أو لما ترجع لبيتكم وبعد الوقت موجود تصليها تمام. أما إذا تعدى الوقت يعني رجعت البيت أهلك ورا المغرب، هنا تقضيها قصر بعد حتى لو بيتكم تقضيها قصر. سيدنا نعم، ماذا الحكم عليك للصلاة بيتنا وما صليت ورحت لغير مكان للمحافظة رايح لها صليت بيها، صليها قبل والصام ما دام الوقت موجود صليها قصر. العبرة في الأداء مو العبرة في أنه حكمت عليك الصلاة. نعم. العبرة بأدائك أنت لما تتواجد بهاي المحافظة والساعة 3 الظهر مثلا تمام. نعم. حتى نعم. لو أذن بيتكم ما لك علاقة بالأذان، أنت وقت أدائك لما تقول أصلي صلاة الظهر مثلا وترفع يديك، أنت وقت أدائك شنو عنوانك؟ إذا عنوانك مسافر تقول قصرا الله أكبر. إذا أنت عنوانك ببيتك مقيم مو يعني مسافر تقول أصلي صلاة الظهر قربة لله تعالى الله أكبر. سؤال ثاني سيدنا رحم الوالدين. تفضل. وضوء التوضأ والتثبت. نعم. وتغسل رجليك. لا ما نغسل رجلينا احنا بالوضوء، نمسح. افتهمتك سيدنا. نعم. التثبت مو تمسح على رجليك. قصدك تثبت على رجليك، لان انت من قلت لي تثبت انا راح بالي يم الراس. نعم تثبت على رجليك. بلي ثبتت ورا ما اكمل الوضوء اغسل رجليك. ماكو اشكال من النظافة يعني؟ اي نعم من النظافة. اي ماكو اشكال بها، اي اشكال ما موجود بها. يلا رحم الله والديك. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا ابو زينب. ابو عباس من بغداد. أبو عباس من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظك. تفضل يا أبو عباس. سيدنا سؤال الله يرحم والديك. أنا جاي أصلي على فتوى. نعم. صلاتي. هل يجوز أخلي التربة على التجوى وأصلي؟
شنو هي هاي التشوه؟ يعني مخاد. اذا مخاد لا، لانه ما مستقر المخده. من من شروط السجود على التربه ان تكون التربه مستقره مو تهتز، هاي من شروطها. فاذا حطيت خشبه مثلا، خشبه مستقره، لا انا اخلي كرسي واخلي عليها مخدم، لا ما يصير المخده ما مستقره يا ابو عباس، فما يصير. اي بالي ما يصير، اخليها مباشره على الكرسي. تقدر تخليها على الكرسي، على خشبه، على سكامل صغير، اي شيء يكون ثابت مو يهتز. انا صار لفتره صرنا على هذا الوضعيه، هسه منا وغاد غير لازم. عده بالصلاه شوي يصير اشكال بالصلاه، يعني دائما انسى الصلاه. تنسى؟ انساها، يعني مثل صلاه المغرب يصير اشكال بيها، صلي اثنين لو ثلاثه، صلاة الظهر أربعة لو ثلاثة، وهيك هالشكل. إذا شكيت بصلاة المغرب فعيد من الأول، هاي هاي قاعدة. صلاة الصبح وصلاة المغرب ذن الثنين، أي شك يطرأ بعدد الركعات أثناءها تعيد من البداية. أما في الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، إذا شكيت، إذا شكيت بالأولى والثانية هم عيد من البداية، بس إذا شكيت بين الثانية والثالثة، الثالثة والرابعة، ثانية والثالثة والرابعة، تمام، ذني إلهن ممكن تصلحن داخل الصلاة، ممكن تقدر تصلحن داخل الصلاة. شايف شلون؟ بس هذه يعني تفاصيلها يعني طويلة عريضة، ما يسع وقت البرنامج أن أقرأ لك إياها، بس أنا أحيلك إلى كتاب الرسالة العملية، عنوان شكوك الصلاة، شكوك الصلاة المعتبرة، حتى تقدر باليوتيوب أيضا، أو عفوا مو اليوتيوب، الانترنت، بالانترنت تكتب شكوك الصلاة المعتبرة يطلع لك. أي نعم، وذني أنت تحفظهن وتعرف شلون تصلح الصلاة داخل الصلاة، وأنت بيها يعني إذا شكيت داخل الصلاة وأنت بيها تقدر تصلحها وتمشي. يحفظكم الله. الله يخليك يا أبو عباس، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم بلي، فهذه سؤال اليوتيوبر ذكرناه في الصلاة الواجبة في الصلاة. صدق الله العظيم أو صدق الله العلي العظيم، على السواء هاي أم هاي، بعد الصورة في الصلاة في داخل الصلاة مبطلة. ليش؟ لأن مو من القرآن، هي ليست من القرآن، فأنت إذا ذكرتها على نحو الجزئية يعني هي أنها جزء من الصورة بطلت، خصوصا إذا كان أنت تدري تعلم وقد فعلت ذلك عمدا، هذا إخلال بالواجب داخل الصلاة عن عمد تبطل الصلاة. عن غير عمد ما تدري ما تعرف، قلت صدق الله العلي العظيم أو صدق الله العظيم، بعدين اداركت الأمر، قلت مثلا في نفسك أنه هاي مو من الصورة، كمل الصلاة، هذا لا يعد إخلالا. والواجب إذا أخلى بالمصلي أخلى بالواجب عن عمد يبطل، أما عن سهو عن نسيان غيرها لا يبطل. نعم الإخلال عمدا وسهوا في الأركان يبطل الصلاة، لازم يكون تهدم الصلاة وتعيد من البداية، أما بالواجبات لا، فقط عمدا تبطل الصلاة. إذا أنت مثلا عمدا قلت صدق الله العظيم أو صدق الله العلي العظيم مثلا. وصلنا إلى آخر وقت البرنامج، إن شاء الله نلتقيكم يوم السبت القادم بنفس هذا التوقيت، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا سبحانك سبحانك يا